بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم بعنوان سؤال منكر ونكير في القبر. اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا رب في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في سورة إبراهيم الآية 27 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت يقول لأصحابه: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، واسألوا له التثبيت، يعني يتثبت في السؤال. والرسول صلى الله عليه وسلم مرة وسمع ابنه إبراهيم أجاب الأسئلة وقال: الحمد لله الذي وفق ابني في إجابته، يعني ما سمع من ربك، ما دينك، ما الرجل الذي بعث فيكم، يقول ربي الله وديني الإسلام، والرجل الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم، أبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي وفق ابني في إجابته، اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا رب في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى نعمل الطيب، نعمل الصالحات، نصلي بر الوالدين، نسمع كلام والدينا ونسمع كلام الاخرين في الخير دايما. اذا دخلنا اي بث او دخلنا التواصل الاجتماعي او اي مكان ندخله: السلام عليكم، ونتكلم كلام الطيب، يبقى لنا في الاخره، في الدنيا وفي الاخره. ربنا اللي بتعمله بتلاقيه، اللي بتزرعه بتحصده، مفيش حد بينفع حد. يوم لا ينفع مال ولا بن الا من اتى الله بقلب سليم. سبحانه وتعالى. يبقى يصحى بقى ربنا فيحيي حياه برزخيه في القبر. الميت ساعه ما يدخل القبر كده ربنا يحيي حياه برزخيه بين الحياه والموت، يعني ما حدش يسمعه. هو الملائكه تقول له حتى يستريح من عناء الدنيا شويه كده، ربنا يحيي حياه برزخيه بين الحياه والموت. فيسألان الملكان: من ربك؟ يقول ربي الله، وما دينك؟ دين الإسلام، والرجل الذي بعث فيكم؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الملكان يقول: لا، انظر إلى مكانك في النار، قد أبدلك الله بمقعدا في الجنة. أما الكافر لا عذ بالله فيقول: لا أدري، أقول لا دريت ولا تليت، يعني إن شاء الله ما عرفت. الشيطان بقى اللي واقف للي إيمانه ضعيف، أو اللي ما بيصليش، أو اللي كان عاصي والدين، أو اللي ما بيعملش الخير. الشيطان واقف يقول: من ربك؟ الشيطان يقول: أنا ما دينك؟ يقول: أنا. الشيطان واقف قدام ما الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: أنا. يقول له: انظر إلى الملكان، انظر إلى مكانك في الجنة، قد أبدلك الله بمكانك في النار، أعوذ بالله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، واستر والدي وبالخطر والدي يا رب العالمين، الناس أجمعين، اصلح حول العباد والبلاد. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله، ثبتنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي رسول الله وسلم.